بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الأيام خلاص بقت ساعات معدودة، وهيهل علينا شهر الخير والبركات في كل شيء. نعمة كبيرة ربنا بيرزقنا بيها مرة واحدة في السنة، يا نعرف نستغلها ونغتنمها وناخد الخير اللي فيها كله، يا إما نركنها على جنب ومليون حاجة تشغلنا عنها وتزغلل علينا وتحدفنا لبعيد، وما نطولش من خير الشهر ده حاجة غير شوية أكل مصرهم المجاري. أنا أصلاً أكتر واحدة في الدنيا عيني بتتزغلل من الحاجة الملعلطة وأضواء أي حاجة مبهرة ممكن تشدني، وبتبقى مصيبتي مصيبتين: مصيبة إني يعني ما استغلش النعمة اللي في إيدي، يعني وإن أنا ما استغلتهاش ومعرفتش أخدها كده كلها خلصة مخلصة، ومصيبة تانية أصعب بكتير إني بطلع كل يوم على حضراتكم وأفضل أدي نصايح بالورع والتقوى والإيمان، وما بتكلمش غير من المدينة الفاضلة اللي هي ما فيهاش غلطة وكل حاجة فيها كما يقول الكتاب، واخرج من الحلقة زي أي بشر في الدنيا، لا هو ملاك ولا نبي ولا من أولياء الله الصالحين، لا أم وزوجة وصحبة وست ورغية ولتاتة عادي خالص. ساعات تبقى ثابتة على الإيمان وساعات تضعف، ساعات تشد على نفسها وساعات تكسر، ساعات تصحى الفجر وساعات تنام، ساعات بتغلط وساعات بتندم وتستغفر، العادي بتاع كل الناس يعني. لكن المصيبة إنه بعض الناس بتشوف إنه يا سلام ليس في الإمكان أبدع من مكان، ويا ريتنا نوصل لنص اللي انت فيه، ودعي لبنتي تبقى زيك، وجو كده يعني الحقيقة كبير عليا وأنا لا أستحقه خالص. طبعا في ناس بتشوف إني أي كلام ولبسي ملفت وبحط ميك اب وكده، ده شغال مش بتضايق من الكلام ده خالص، لأنه في الآخر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيقيم بقى في النهاية، وهيوزن كل حاجة بميزان حساس لا يستطيع بشر إنه يتوصل لحساسيته. إنما أنا بقى بترعب من الصورة الكاملة المتلمعة والكلام المستف اللي بنصح بيه دايما نفسي قبل ما بنصح بيه الناس، بس في نفس الوقت ممكن ما عملوش بحذافيره، وممكن نظهر بكل كلامنا المستف ده كاملين وإحنا كلنا نواقص. وهنا بقى بموت في جلدي من مصيبة الرياء اللي ممكن تحط علينا كده، يعني من حيث لا نحتسب. يا دي الخيبة، أصله الرياء ده إنك تقول كلام وتعمل أفعال قدام الناس عشان الناس تقول على فلان ده ما شاء الله، شوفوا بيقول إيه، يا سلام شوفوا بيعمل خير قد إيه. الله، طب ودي تتظبط إزاي بقى إذا كنت اللي بقوله بيتقال قدام الناس كتير قوي، ولو عملت مثلا بتعرف إن فلانة بتعمل أو فلان ده بيعمل، وحتة إن الناس تقول ما شاء الله عليه وربنا يكرمه وكذا، دي ممكن تدخل للقلب كده وتتسرسب كده بالراحة وتعمل شيء من السعادة كده والزهو بالموضوع ده، حتى لو مش قاصد إنك تنبسط بتنبسط، يعني هنعمل إيه، حد بيقولك كلام حلو هتنبسط بيه. فالرياء من أكتر الحاجات اللي ممكن تبقى زي الزيبة، ما انتش عارف تمسكها في إيدك، وفي نفس الوقت ممكن يحصل من غير ما تحس. يعني ما احنا مش قلنا لا ملايكة ولا احنا يعني ماشيين على الصراط، لا. فايه هو الرياء وازاي نتيقن اننا ما وقعناش يعني فيه وما نقعش فيه، ولو حد قال لنا كلمة على حاجة كويسة احنا بنعملها وانبسطنا بيها، يعني ازاي اقول انه يعني الكلمة دي انا مش عاملة اصلا لهدف الانبساط بس انا انبسطت. يعني موضوع كده كبير هنسأل فيه فضيلة الشيخ أحمد تركي، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا أي سؤال، وكمان تبعتوا رسائل على الأرقام، الرسائل اللي هتبقى موجودة قدام حضراتكم على الشاشة 91236 بعد فاصل قصير.